بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض second term grade 3 الصف الثالث unit 9 الوحدة التاسعة. التايتل بتاعها والعنوان بتاعها in the shop، في المحل. الستيبس اللي احنا نمشي على النهاردة المين فوكابلري، النوتس، grammar exercises. المين فوكابلري معاني الكلمات الرئيسية، النوتس الملحوظات، الجرامر القواعد النحوية، الاكسرسايزز اللي هي التدريبات. المحادثة بتاعتنا زي ما احنا شايفين in the shop، في المحل. المذر and her daughter، البنت ومامتها. يا بنت بصت لمامتها قالت لها what's wrong، المشكلة. قالت لها we are late، احنا اتأخرنا. please hurry، من فضلك أسرعي. قلت لها oh I can't decide، أنا مش قادرة أقرر. أنا مش قادرة أقرر إيه بالضبط اللي إحنا اللي أنا عايزاه. ده بالنسبة للconversation. oh what's wrong، we are late، please hurry، oh I can't decide. وتحت سكر وسكرة بيفكرونا بمحادثة إحنا خدناها قبل كده. When you ask about the colors، لما تيجي تسأل عن الألوان بتقول what color is it، رد عليها سكر وقال لها it's brown، لونها بني. نركز بقى مع بعض ونيجي للمين فوكابلري، المعاني الرئيسية. what ما أو ماذا، wrong خطأ. وهنا قاعدة خدناها في السلسلة بتاعت الفوناتكس الصوتيات بتقول لنا إن الـ W لما يجي بعدها الـ R في أول الكلمة يبقى الـ W silent، عشان كده قلناها إيه؟ wrong. بعد كده late متأخر، please من فضلك، hurry أسرع، can't لا يستطيع، decide يقرر، brown بني. ودي كانت المين فوكابلري بتاعت الكونفرزيشن المحادثة. نيجي بعد كده للفوكابلري اللي مبني عليها الجرامر ان شاء الله. كاندي الحلوى، ووتر ماء، بوب كورن فشار. وكلمه بوب كورن لو شلنا اول مقطع اللي هو كلمه بوب، هيتفضلنا مع بعض كلمه كورن اللي هو الذره. بعد كده الاساس عندنا كلمه هاف بمعنى يملك او لديه او عنده. بعد كده جوس عصير، ايس كريم تشيبس وهنا شيبسي اولها سي اتش. برضو الناس اللي مش حاضره معانا سلسله الفوناتكس ياريت نرجع لها علشان نقدر نعرف نطق الكلمات كويس. اخر حاجه عندنا دونت هاف بمعنى لا يملك. وهنا تحت خالص ادي النقطه اللي احنا قلنا عليها فوق، ان الدبليو لما يجي بعديها الار في اول الكلمه يبقى هنا الدبليو عندنا ايه؟ سايلنت، زي كلمة رايت يكتب، زي كلمة رونج خطأ، زي كلمة راب يعني غلاف او يغلف. نيجي بعد كده الامبورتنت بوينتس، النقط المهمة اللي بتقابلنا في قلب الكونفرزيشن. تو اسك اباوت ا بروبلم، للسؤال عن مشكلة بنستخدم واتس رونج. ايه المشكلة؟ شايف واحد صاحبي زعلان اقول له ايه؟ واتس رونج. ألاقي واحد صاحبي تعبان أقول له what's wrong. عشان كده رد عليا قال لي إيه؟ واحد قال لي I feel sick، أنا بشعر بالمرض، أنا تعبان. أصدقائي قالوا لي we are late، إحنا تأخرنا. واحد تالت قال لي they have a stomachache، هم عندهم مغص أو ألم بالمعدة. ودي كانت أول نقطة مهمة بالنسبة لنا. The second point، تاني نقطة ديت خاصة بالجرامر، كان وكانت. كان يستطيع، كانت لا يستطيع. بيقول ان دايما كلمة كان وكلمة كانت بيجي بعديهم الانفينيتيف المصدر. For example I can't jump، انا بقدر اقفز. I can't decide، انا لا استطيع ان اقرر. He can swim، هو بيقدر يسبح. He can't play football، هو ما بيقدرش يلعب كرة قدم. They can speak English، هم بيقدروا يتحدثوا الإنجليزية. They can't speak French، ما بيقدروش يتكلموا اللغة الفرنسية. لو أنا لاحظت في كل الإجزامبلز عندنا jump، decide، swim، play، speak، كل الأفعال اللي موجودة قدامي
infinitive مصدر يعني مصدر المصدر يعني أساس الفعل يعني التصريف الأول للفعل يعني الفعل بدون أي إضافات نصحصح بقى ونركز مع بعض هنا المين جرامر بتاعنا الجرامر الأساسي بتاعنا اللي هو بيتكلم على كلمة have وكلمة don't have كلمة have المعنى الأساسي بتاعها هو يملك أو لديه أو عنده لكن لما بتيجي مع الفود اند درينكس الأطعمة والمشروبات بمعنى يتناول طب هاف ودونت هاف اللي قدامنا دايما بيجوا مع البلورال اللي هو الجمع زي كلمة I, they, we, you ممكن يجيب لي أحمد اند علي دولة اتنين أكتر من واحد يبقى جمع ممكن يجيب لي the girls البنات برضو جمع the children الأطفال برضو جمع يبقى أي حاجة بلورال أي فاعل بلورال يجي معاه كلمة have وdon't have for example على سبيل المثال I have candy أنا معايا حلوة they have water هم معاهم ماء we have popcorn إحنا معانا فشار you have juice إنت معاك عصير the boys don't have ice cream الأطفال ما معهمش ice cream أو الأولاد آسف The children don't have chips. الأطفال ما معهمش شيبسي. يارا أند نوها دولات اتنين هم. Don't have candy. يارا ونوها ما معهمش candy. يبقى أي حاجة plural جمع أي subject أي فاعل جمع يجي مع have و don't have. وده كان الجرامر بتاعنا في unit 9 وده الأساسي بتاعنا والمهم وطبعا الناس برضو أنا معلش استحملوني شوية. أنا بركز ليه على السلسلة اللي أنا بعملها لأن إحنا عندنا سلسلة الجرامر برضو بتكلمني فيها على have و has و don't have و doesn't have وديت سلسلة مهمة بالنسبة لناس كتيرة جدا فياريت اللي مش متابع معايا يرجع للفيديوهات اللي إحنا خدناها قبل كده ويتابع سلسلة الجرامر معايا نيجي للإكسرسايزز التدريبات طبعا الناس زهقت من مستر مصطفى كل شوية دوشنا بالتدريبات ومش عارف إيه معلش تستحملوني كله إن شاء الله للمنفعة العامة لينا كلنا Exercise 1 Supply زي ما احنا متعودين على Conversation على المحادثة What's احنا هنا ما بنسأل على حاجة مشكلة بنقول What's تمام Wrong ردت عليها مامتها ويتلاقى We are Bravo We are late Please Hurry ده Exercise 1 Exercise 2 عبارة عن Match توصيل What's طبعا What's هنا أولها كلمة وات يبقى الناحية التانية لازم ألاقي question mark طب أنا عندي هنا مستر حاجتين فيهم question mark كلمة wrong وكلمة color is it طب إحنا نبص على color is it ينفع أقول what's اللي فيها apostrophe s اللي اختصار لكلمة is وأبص في آخر السؤال ألاقي برضو is تاني ينفع اتنين is مع بعض طبعا الكلام ده ما ينفعش يبقى color is it ما تنفعنيش يبقى هنا الإجابة بتاعتي what's wrong وهو دوت الاكسرسايز التاني بتاع الماتش اكسرسايز 3 التدريب التالت ريارينج ترتيب برضو هعيد تاني وقول كل مرة انا عارف انتو زهقتوا مني بس استحملوني بنبتدي بالكلمة اللي تحتيها اللاين الخط هنا نبتدي بكلمة وات طب وات مرتبطة بكلمة تمام كلمة is يبقى وات is اتفضل لي كلمة wrong نمبر 5 مثلا بيقول لي don't water و I have طب انا عندي هنا اي ماشي خلاص هنبتدي بيها ايه اللي هيجي بعديها احنا اتفقنا ان كل السبجكت البلورال بيجي معاه لا اما هاف لا اما دونت هاف طب انا عندي هنا دونت يبقى اي دونت هاف يتفضل لي كلمه ووتر يبقى لازم انا اراجع على الجرامر بتاعي كويس عشان اقدر احل الاكسرسايز اللي قدامي اخر جزئيه مع بعض جزئيه الفوناتكس صوتيات وديت اهم نقطه عندنا علشان الناس اللي بتشتكي دايما من قراءة الكلمات النهاردة بنتعلم على الاي يا مستر برضو الناس اللي ما تبعتش الفوناتكس ترجع لسلسلة الفوناتكس الصوتيات النهاردة بيضربني على الشورت اي الشورت اي يعني بننطق الاي وهنا مديني شوية جروبس مجموعات تسهل علي النطق يعني هنا the first group او المجموعة اللي فيها الاي والتي يبقى تتنطق ازاي at زي فا فات ما مات با بات
ha, had, sa, said, a, and. طيب الجروب الثاني المجموعة الثانية اللي هي الاي والان تبقى تتنطق ازاي؟ ان، زي ما، مان، فا، فان، كا، كان، با، بان، را، ران، فا، فان. بعد كده الثيرد جروب المجموعة الثالثة الاي والبي يبقى تتنطق ازاي؟ اب، كاب، تاب، ماب، لاب، ناب. بالطريقة دي هنقدر ان احنا نجمع للطفل بتاعنا ازاي يقرأ الكلمة عن طريق الشورت ايه. نكمل برضو مع بعض على الشورت ايه اللي احنا قلنا هنطقها ازاي. اه، هنا الاي والدي تبقى اد، زي ساد، ماد، باد، داد. اخر جروب عندنا بالنسبة للشورت ايه اللي اخرها اي سي كي تبقى اك، زي باك، ساك، لاك، جاك. Now you can relax. استرخي بقى شوية كده واستريح، لان انا عارف انت زهقت من مستر مصطفى خلاص. بعد ما عملنا relaxing، استرخاء كده شوية، نخش على الطريقة التانية لنطق الاي. هنا هننطق اللونج اي. طب اللونج اي هننطقها ازاي؟ هننطقها زي الحروف بالظبط يا مستر. لما اجي اقول لك انطق الحروف تقول لي ايه؟ اي اي، يبقى هننطقها هنا اي. طيب انطقها امتى لونج اي؟ في ثلاث اشكال بيقولي. اول شكل لما تكون الكلمة اخرها اي واي، تاني شكل لما يكون في قلب الكلمة اي اي، اخر شكل لما يكون اخر الكلمة اي كونسوننت. اي كونسوننت يعني حرف ساكن. طب نبتدي نقرأ مع بعض الاي والواي الاول. ها هنقرأ الاي ازاي؟ اي تبقى دي، دي، وي، وي، مي، مي، هي، سي، بي. نفس الكلام مع الاي اي، ترين، بين، رين، مين، بنت، بيد. نفس الكلام مع الاي كونسوننت اي تبقى جيم، سيم، بيك، ليك، تيك، كين، تيب، ميد، ميت. ودي كانت اخر نقطة عندنا النهاردة اللي هي نقطة الفوناتكس. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. انا عارف ان انا بطول عليكم، ممكن نكون زهقنا شوية، تعبنا شوية من مستر مصطفى، بس صدقوني احنا بندور في الاخر على اسهل طريقة نوصل بها المعلومة والمنفعة تعم على الناس كلها بامر الله. وما تنسوش تدعو لنا، بس انا مش عايز اكتر من كده. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ومعليش انا برخم عليكم برضو كل شوية، وافكركم بالسبسكرايب واللايك والشير، وندوس على زر الجرس عشان يوصل لنا كل فيديو جديد بامر الله. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.